أعراض وعلامات إذا أنت حسيت بيها من المفترض أنك تقابل طبيب. فقدان الوزن الغير مبرر. فقدان الوزن الغير مبرر ده معناها أنت ما قررت أنك ده تنزل وزنك ولا متبع حمية غذائية، لكن وزنك كل يوم متناقص، الحمى المستمرة، يعني حمى ما بتاعت يوم أو يومين، لا، حمى فترة طويلة من الزمن من غير معرفة سبب هذه الحمى، التعب الشديد والإرهاق من أقل مشوار أو أقل مجهود، حدوث ضيق في التنفس حتى لو مشوار بسيط أو مجهود بسيط أو حتى وانت جالس وأحيانا وانت نايم، حدوث تغيرات في الشخصية، يعني شنو؟ شارد الذهن، تركيزك قلة، بتنسى بسرعة، عندك ضعف بتاعت مهارات بتاعت التفكير واتخاذ القرارات، الصداع الشديد. الصداع ده كلنا عندنا صداع بيجينا، لكن الصداع لا يمكن السيطرة على الألم بتاعه وانت ما قادر تتحمل هذا الألم، ومعاه مجموعة بتاعت تغيرات زي زغللة في العيون أو بتشوف اتنين اتنين أو معاه طمام أو استفراغ، ده بنعتبره صداع بيحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى حالا. ألم الصدر، إذا أنت حسيت بأنه هنالك ألم في الصدر شديد جدا، احتمالية وجود الذبحة كبير، فعشان كده من المستحسن أنك تقابل طبيب. في بعض الأحيان تشقق الشفتين أو تقلم الأظافر أو التغيرات في التصبغات في الجلد، دي كلها ما تتناساها، بالعكس تماما أنت محتاج أنك تقابل طبيب في أقرب فرصة. أخيرا التغيرات اللي بتحصل في البراز بدون مؤاخذة وفي البول، أنت حسيت أنه البول ده فيه دم أو البراز ده فيه دم أو البراز لونه أسود أو عدد مرات التبول بتحتك من غير سبب بقت كثيرة جدا جدا، دي كلها محتاجة انك تقابل طبيب. التعرق الشديد الأصلا انت ما كنت متعود عليه، اذا كان حتى لو في الايدين والرجلين، دي كلها من العلامات من المستحسن انك تقابل فيها طبيب بأسرع فرصة.